خطيانا حتى نقدر نلبس المسيح ونكون أبناء للحياة الأبدية في المسيح ربنا وإلهنا. لعله لك عبدا كاملا لأن لك الملك والقدس أيها الإله. يا ابني، هاي الثقة اللي فيك هي مستمدة من تقواك، من محبتك أنت وأهلك وغيرتك للكنيسة ولخدمة الكنيسة. شفتك وأنت تدرس اللاهوت، وشفتك في كتير مراحل من مراحل حياتك، إما لما كنت في اليونان أو في دير دبين. اللي بطلبه منك إنك دائما تجتهد الجهاد الحسن وتجتهد أكثر وأكثر حتى تقدر إنك تكون زي ما بده إياك المسيح، نور وملح على الأرض. ربنا يا ابني يكون معك. أتت الساعة يا ابني اللي فيها رح تدخل لمجد ربنك. تعال يا ابني لفرح ربنا.